هو ده كان بيقعدوا اسبوع ما بيروحوش، كانوا موجودين في ميلاني، كان بيقعدوا في وسط عينين قاعده كل واحد فيهم بيخاف يروح بيتهم. شكرا ليهم بجد. احنا لو قسمنا البيشنتس احنا شفناهم بيشنت بسكوموربيديز وبيشنت ويزاوت. البيشنت كان بيتحجزوا عندنا اذا هو كان سواب بوزيتيف وكان جاي مثلا في ابستراكت انتكشن، كان جاي جاستروانترايتس، كان بيطلع العزل في فتره الفتره الاولانيه او يتحول للميداني او بعد كده رجعنا تاني الدور السادس. كان عايز بس الدكتور يتحجز ان هو ياخد سيمتوماتيك تريتمنت اسم البروتوكول اللي اتعمل في المستشفى او بعد كده في النشاط ومركز اعلى المستشفيات. طب احنا شفنا تيبيكال بيشنت في كوفيد نمونيا، احنا شفناها كان عيان واحد بس وشفناها كانت الدائره بتاعت الميداني في شهر 4. كان طفل عنده كان اكشولي ادوليسنت، كان عنده 12 سنه، والولد ده كان عنده ما كانش عنده اي باست هيستوري، هو جاست كان مورفيد اوبيسيتي، كان وزنه 90 كيلو. كان جاي لنا بهيستوري اوف فيفر بقى له 7 ايام وكف وسبات ستريس، وكان جاي الاستقبال كان متحول لنا مستشفى ثانيه واهله اصلا كانوا دكاتره وكانوا كونتاكتد على طول لدكتور ياسمين. كان جاي الاي ار ساتيوشن بتاعه 85 تاكدنا 35. السي بي سي بتاعته كانت توتال كاونت 2.5، الانفصال الكاونت بتاعه كان 0.8، الهيموجلوبين 12 صباح 166، سي ار بي 185 وده كان الكومباينيشن احنا بنخاف منها قوي، نلاقي توتال كاونت قليل وسي ار بي عالي والليمفوبينيا فعلى طول نسسبكت ونعمل سواب. الاي اس ار كان 53 ودي دايمر 2.79 ودي الاكس راي بتاعه. عملنا ال ده السي تي، السي تي بتاعته كانت دي بتاعته كانت هارب، والولد ده لما دخل واول ما شفت السي تي بعتها الدكتوره حنان ده الحقيقي 90 كيلو هنجيب له سرير منين؟ وانا مين هيبات له ومين هيعمل ايه؟ فسبحان الله ربنا هدانا كده، الولد ما كانش حتى بيعرف ينام على السرير، الولد ده كان قاعد سيمي ساتن، حطيناه على النمبر بريدنج، كان اول مره نستخدم النمبر بريدنج في ميداني، رفعناها ل 15 لتر عشان يساتيوريت اراوند 98 96 وقعدنا بنعمل جرادوال ديكريز. البرون فيه كان بشع، ما كانش مستحمل حبيبي ينام على البرون من كتر الاوبيزيتي. دخلنا فيه على طول بروتوكول زي بروتوكول الادلت، ادينا دكسا 6 ملي جرام بالدي، العيان كان عبد عملنا البريدنج وسبرونينج لما كنا بنعرف يعني نحاول. كان طبعا نيجاتيف فلويد بالانس وعلى طول ستارتد ريمدسيفير، كانت الدكتوره حنان تقول لها ابتدي اكلي ابتدي هنعمله زيه زي الادلت، وبدانا ريمدسيفير 5 ايام ودينا له كليكسان كاسترابيوتيك لان احنا كنا خايفين من الاوبيزيتي وهو كان نايم. بيشنت امبروف بس ما شاء الله مارفسلي على تاني تالت يوم الولد كان بمنوين، حطينا على على ماسك عادي على نيزل، شلنا 7 ايام كان في بيتهم والحمد لله رب العالمين مش فنتليتد، وزون السي دي بتاعته كانت لو. البيشنت كان كوبربيديتس كانت مقاساتنا فيهم مثلا هو بيشنت ابلاستيك جاي ياخد دم سخن نعمل سواب بوزيتيف، اتحول على الميداني يقطع العزل، عيان رينال فيلير جاي يغسل لقوه سخن نعمل سواب بوزيتيف، عيان جاي الاستقبال اوتو ميون هيبوكاليميا جاي ينقل الدم بوزيتيف، فكنا على طول بناخدهم ونشتغل الشغل بتاعهم يطلع فوق السادس كده شغل الكرونيك بيشنتس او يتحول للميداني. ايام كان بيغسل ان كورتينا فيليا وهو في الميداني، كان بيطلع عربيه اسعاف على رزق كان بيروح بيه يغسل في العبور ويرجع بيه تاني، كانت ماساه ان احنا كنا بنديل مع الكرونيك بيشنتس بالذات. فالعيانين دولت احنا كنا بنشوفهم يا اما جاست في الايزوليشن وديوت اندر اوبزرفيشن او هو عنده مايلد كيس فيفر وليفيتد انفلاماتوري ماركرز. ولما كان منهم سيئين الحظ كان بيه كوفيد نمونيا كانوا وحشين قوي، لان في بسنجي كوفيد نمونيا بيبقى معاها كمان سوبر ادد بكتيريا انفكشن، ويبقى دول بقى اللي بيستخدم فيهم ميرونام فانكو ابيجين تبانيك كوليسترين فيفنت. والعيان مش بس الكوفيد هو اللي بيقضي عليه اسوشيتد فاربو بكتيريا نمونيا، يعني مثلا احنا في ميلان كان عندنا حوالي 50 عيان منهم 8 بيشنتس بس كانوا فنتليتد، 8 كان عندهم كوموربيديتيز، 6 منهم ماتوا من 8. احنا شفنا يونيك سيتويشن ايه هي؟ ان عياننا اللي هم كرونيك بيشنتس كان بيفضلوا على طول سواب بوستيف سواب بوستيف سواب بوستيف، ونلاقيهم في مين؟ في عيانين هيماتولوجي، عيانين الميون ديفيشنسي، كنا نروحهم طب نعمل فيهم ايه؟ طب احنا الولد ده كويس ما بيسخنش، تمام الماركس سليمه، نروحه ولا نسيبه قاعد؟ طب هو جاست طب لو روحته مش ممكن يكاتش كومبليكيشن؟ طب لو روحته هيعدي حد؟ طب هنعمل ايه؟ برضه بعد زوم ميتنجز كتيره كانت بتحصل، احنا قلنا خلاص هنروح العيان وهنديله instructions for home isolation ونديله warning signs لو ترجع لنا. وكنا متكلمين مع دكتور سناء لما جت لنا مره وقلت لها يا دكتور هنعمل ايه؟ هل يا ترى نعتمد ان الكوفيد بيشنتس الاطفال هم شيدرز وده كده كده ضد فايرال بارتكل؟ دكتور سناء فاكره قالت لي لا يا سندس قدام دكتور ياسمين هم لغايه دلوقتي الساينس الجديده تقول هم ممكن يشد ليف فايروس ممكن يستل انفكشوس فخليكي حاجزاكم. كانت ساعتها مأساة ان احنا فضلنا قاعدينهم الاميونو كومبرومايز بيشنت الميون كومبرومايز هم عاملين
فريق عمل فعلا في الفترة اللي